حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا واسمها من ثلاث حروف الله يا نوف نوف على الصدارة نوف مع الناموس مع الفوز هذه نوف تهانينا تهانينا من هذه اللحظات لمالك نوف راشد بن حسين محمد بوليلة المري ولكن العطية عاد العطية عاد مرة أخرى في اللحظات الأخيرة عاد العطية سلام يا العطية سلام صالح بن زويد الجحافي تستاهل فوز الضبي وانتزاعها للشوط اللقاي الانتاج تستاهل الخير من الله يا أبو بري سلالة الضبي الضبي سلالة تبر للشحانية ومهم حجنا الشوط أمس كان حامي نعم أنا حامي جول حامي وكثرة تعداد في الشوط كثرة والحمد لله رب العالمين الله وفقنا على الشوط اللهم لك الحمد والشكر كيف كان مسار الضبي في الشوط أمس والله مسار الضبي بيرك فيهم قول الضبي من تقوم راس الحمد لله مس قامت راس الله يقتل بكرة في الأمطار الأخير والحمد لله الله وفق إن شاء الله تفضل المطية اللي تكون راس ولا تلحق والله تفضل المطية اللي تكون راكدة في الشوط ومن تطلب منها تعطيك ولا تفضل المطية اللي تأخذ الأول أفضل المطية اللي تأخذ الأول الحمد لله يوم الله يعلق الأول الحمد لله رب العالمين بس وجودها تقوم راس ما يعني يحطك تحت ضغط الشوط ضغطك وايد اللي تقوم راس ضغطك وايد وتعبك تعب تعب لحق ولا لا شوف وراء حد لا حجنك ولا لا تم اعصابك مره ابهادية اعصابك محترقة لين تقطع الخط مره من عين تطلع الخط بعدك ما تصدق عمرك انك سابق على الدفوع وال جهة ضغط امس البكرة يعني كانت تحت محك حقيقي بامس امس نعم ضغط وايد بكرة ضغطتنا وايد علينا الامطار الاخير الحمد لله رب العالمين توقعت الفوز ان شاء الله ولا توقعت الفوز عقب ما داست بودرة بس واقعيا جدا يا ابو زوي الحمد لله رب العالمين بعضهم يقول من كيلو وين من كيلو ونص ماشي يا ضمانه في الركض ماشي من ندوس الخط عاد ضمن عمرك انك سابق بيض الله وجهك ذكرنا مشاركات الضبي والله الضبي هي سبب دهم محل الرابع وضربت توعك صحيه والحمد لله توي بكره رد صحتي والله لك الحمد والشكر في الان البكره سابقه الشوط الاول الرئيسي الانتاج هل بنشوفها في مهرجان الامير الوالد في الشوط الرامز والله بنشوف ان شاء الله توفيق على الله تشاور بنتشاور وبنشوف صحته بكره ان شاء الله التوفيق عند الله لكن انت كمالك مطيه واحده تشوف انها دفوع يخدمها في الرمز ولا راح تستنزف؟ لا في الرمز صعبه الدفوع صعبه في الرمز يستنزفوني عندك ناس يفكون حد عليه اثنتين وحد عليه ثلاث ويضربون على الاول يتعبونك تعب احسن يوم تاخر عنهم عن تكون جاهز جوز صح بيض الله وجهك هذا الفوز انه مسلم انت تهدي هدي الخليفه بن علي لطيه وقول له بيض الله على الانتاج ونتمنى له التوفيق ان شاء الله المراكز القادمه.